هذه الندوة التواصلية هي جاءت من أجل تقديم الخطوط العريضة ديال المذكرة التي نسعى إلى 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 رفعها إلى اللجنة الاستشارية ديال المشروع النموذج التنموي الجديد. وفكرنا أن عند تقديمها تكون حاضرة معنا مجموعة ديال المؤسسات الحقوقية والإعلامية لعرضها ومناقشتها، وكذلك حتى الأخذ بعض التصورات والأفكار وردود الفعل ديال هذه الهيئات على هذه المذكرة. طبيعة الحال كانت الندوة الهدف منها هو الوقوف على أهم ما جاء في المذكرة ديالنا التي حاولنا أن نعالج فيها شقين. الشق الأول وهو الإعلام الإلكتروني ورهاناته من الداخل من ضمن المشروع التنموي الجديد، رهاناته المستقبلية طبيعة الحال والظروف التي يعيشها والوضعية التي هو عليها والما يصبو إليه ويسعى إلى تطويره، وكذلك طرح الاختلالات المطروحة في القانون والتنمية ديال هذا القطاع، كيف السبيل للتنمية ديالو، هل سنظل عاكفين على المال ديال الدولة باش نتنمو أم أن هناك سبل أخرى ممكن اقتراحها. هذا ما حاولنا صياغته في المذكرة ديالنا. ثم الرؤية ديالنا كإعلاميين للنموذج التنموي الجديد، الرؤية ديالنا والتصورات ديالنا حول السياسات العمومية، حول وقسمنا مجموعة ديال المحاور في المحور المؤسساتي اللي كيتحدث على التنظيمات المؤسساتية، منها التنظيم الترابي، الجهوية الموسعة، اللامركزية، كذلك الإدارة العمومية، وتحدثنا كذلك على المحور الاقتصادي، وركزنا فيه على الجانب ديال التشغيل والشباب والوضعية ديالو اللي كيعيشها الآن في أفق إيجاد يعني واحد البرنامج وطني استراتيجي مندمج لحل المعضلة ديال التشغيل، وكذلك فتح آفاق ديال العمل وإدماج هؤلاء الشباب خاصة منهم خريجي المعاهد وحامل الشواهد، إدماجهم في سوق العمل وفي الحياة العامة بصفة عامة. والمحور الثالث اللي هو كذلك أساسي هو المحور الاجتماعي. المحور الاجتماعي ركزنا فيه على التعليم، ركزنا فيه على الصحة، ركزنا فيه كذلك على 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 كل ما يتعلق بـ 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 بالوضعية الاجتماعية ديال الأسر، ديال الأرامل، ديال المعاقين، ديال مجموعة من الظواهر الاجتماعية. حاولنا أن نبدي فيها الرؤية ديالنا من خلال هذا التصور العام ديالنا كإعلاميين، بحكم أننا نحن لاصقين بالرأي العام بالوضعية الواقعية اللي كيعيش المواطن. أعطينا مجموعة التصورات اللي باش ندفعوا بعجلة ديال هذا المشروع التنموي الجديد، تكون عندنا تحنا إسهامات في هذا الباب. باقي ما دفعتوش ان شاء الله؟ عندنا الاسبوع الجاي ان شاء الله غادي نقدموا المذكره لبغى الله سبحانه وتعالى. غيرها لان الباب مفتوح لجميع المؤسسات، جمعيات، تنظيمات مهنيه، الاحزاب، الكل ساهم في اغناء واطراء هذا المجال ديال اعداد المشروع التنموي الجديد. لنا دعوه ملكيه، دعوه وطنيه، دعوه ديال البلاد على قدها باش تعمل على النهوض بالوضعيه الاجتماعية ديالها، وتركب طبيعة الحال ركب ديال التنمية، وإن شاء الله بحول الله وتحصل الوضعية ديال المغاربة. شاركوا في هذا اللقاء الهام إلى جانب منظمة العفو الدولية وكونفدرالية الوطنية لنشر الصحف والمواقع الإلكترونية. هذا اللقاء يندرج في إطار نقاش مستفيض حول مدونة الصحافة التي جاءت بعدة شوائب، وخاصة منها المرتبطة بالملائمة القانونية، والتي وضعت حدا وقامت بتشريد عدد كبير من الصحفيين الذين مارسوا لسنوات طويلة والذين أعطوا الكثير في هذا المجال، إلى جانب كون أن المجلس الوطني للصحافة جنب الصواب في عدد من القرارات المرتبطة بالحصول على البطاقة المهنية والتي تعتبر شرط أساسي في ممارسة مهنة الصحافة. لذلك توقع شراكة مع الكونفدرالية من أجل تكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير، وحتى يكون للصحفي إطار يجعله يقوم بمهامه وهو عارف بحدوده وأخلاقية مهنته المرتبطة بحدود الآخر وحريته. في إعداد المذكرة اللي باغي نعرضوا على السي بن موسى رئيس اللجنة اللي كتوجد للمشروع التنموي الجديد، خاصة بمشروع تنموي إعلامي جديد اللي ممكن يستفدوا منه، على أساس أنه من جهة ينصفوا الإعلام والصحافة،
ومن جهه ثانيه يعرفوا كيفاش يوظفوا الاعلام والصحافه والاتصال والتواصل في كاع القطاعات باش نحصلوا على فعلا نموذج التنموي اللي بغينا. لانه اذا لم يتم استغلال القطاع ديال الاعلام لا على مستوى الاتصال والتواصل ولا على مستوى الاعلام والصحافه راه ما غنمشيوش بعيد، راه بالتالي غنوليو عير كنعاودوا في النماذج. كل مره كنقولوا راه عندنا تغيير ما كاين حتى شي حاجه. انا اقتراح ديالي رانا قلته في الندوه، انا اقترح باش تكون مديريه ديال الاتصال تابعه لرئاسه الحكومه، المهام ديالها هي بحال كتربى هي ما بيننا وما بين المجلس الوطني والصحافه، بحال الوسيط، وفي نفس الوقت تشتغل في المجال ديال الاتصال والتواصل. راه القطاعات الحكوميه غير بوحدها ما متواصلاش، راه ملي كيبداو يبرمجوا وكيبداو يخططوا راه كل كيخطط بوحدو. لو كانت المديريه الاتصال هي اللي كترابط بيناتهم ما بين وزاره التجهيز التعليم كذا 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 راه كنا غنوصلوا. وهذا شكون اللي غيشتغل عليها في الاتصال والتواصل؟ غادي يشتغل الصحفي، ما غاديش نجيبوا واحد اخر، وبالتالي غادي نشغلوا مجموعه ديال الناس في الاعلام اللي غادي يشتغلوا اما في القطاع ديال الاتصال والتواصل اما في الاعلام. وفي الاعلام يرفقوا على الناس في المقاولات، وراه ماشي ضروري دير مقاوله باش دير سميتو، دير منبر اعلامي ديالك وصافي. انت خديتي الترخيص من عند النيابه العامه وعندك الملائمه وعندك شغلك، كيفاش غادي تمشي عاوتاني لعندهم باش يعطوك البطاقه؟ ما نفهمش، واش كل واحد كيشتغل بوحدو؟ راه ما يمكنش. وثاني شيء، هذه البطاقه اللي يعطيوها تعطى مره واحده في 5 سنين، مره في 4 سنين، ماشي كل سنه تبقى تجدد. وبالتالي كاين امور خاصه، انا كنقول بمنظور اعلامي ديالي، يعني انا وجهه نظر ديالي، قد اصيب وقد اخيب، ولكن انا من خلال هذا الشيء مره وجوج وثلاثه تقريبا سنتين ولا حنا كنفكروا، لم يحصل يوما انني قلت على انني كنت على خطا. فبالتالي ديما كنعاود وكنعاود وكنعاود، داك الشيء خصو يكون. خصنا مجلس وطني، حنا دابا شنو ربحنا؟ خرجنا واحد البنايه من وزاره الاتصال وحيدنا ديك وزاره الاتصال وخرجنا واحد البنايه وحطيناها هنا ولات ديال الصحفيين. زوينه، هذا ربح كبير، ولكن نشتغلوا عليها باش تولي مثمره، باش تولي كتنصف الاعلام. حنا بقى الان باقي ما كاين حتى شي حاجه، باقي المشاكل. انا قلت لكم باقي المجلس باقي جديد، باقي كذا، ولكن حتى الاعداد ديالو في الاول اعداد في اعاده نظر. انا راه قلت لكم راه انا بالنسبه لي راه غير شرعي. أنا كنقولها عادي وجهة نظري، أنا ماشي ضد الأشخاص، راه ممكن هذوك الأشخاص نيت اللي في المجلس يعاودوا يرجعوا، ولكن كيبان لي دابا راهم غير قانونيين، تواجدهم الآن غير قانونيين. اللجنة التي أعدت للانتخاب للمجلس ديال الوطن الصحافة فيها جوج الناس، واحد كيتسمى الممثل ديال النقابة الأكثر تمثيلية للناشرين، واحد الممثل ديال الأكثر تمثيلية للصحفيين، وحنا ما عندناش في البلاد شي حاجة سميتها نقابة الصحفيين أكثر تمثيلية، وما عندناش شي حاجة سميتها نقابة الناشرين، بل الناشرين ربما جمعيه ماشي حتى نقابه. وبالتالي كان خصنا نلجؤوا للانتخابات المهنيه، نشوفوا الا ما كانت شي داخله في البرلمان دخلوا البرلمان ونشوفوا نقادوا. واه التعليم كيدير الانتخابات المهنيه، الصحه كدير، كاع القطاعات، علاش الاعلام علاش ما يديرش؟ حتى دابا واحد الحزب غيقول لك انا عندي 3 مليون ديال المنخرطين، غنقول انت راه تاخذ رئاسه الحكومه؟ ما يمكنش، راه كاين انتخابات. اذا خصك تلجا لنا الانتخابات وانت سيدي انت هو القوي وغتربح كل شيء، ولكن دير هذه المسطره لانها مسطره قانونيه وغتبقى بصمه عار. بالاضافه الى انه كتحكم في مقاولات اعلاميه اللي فيها ناس كتشتغل وما ممثلاش عندك. المقاوله الاعلاميه راه ما فيهاش عن الناشر الصحفي، فيها ناس اخرين خدامين وما ممثلينش عندك في المجلس. المجلس فيه 7 ناشرين و7 صحفيين و7 الاخرين من جهه اخرى فيهم عير جوج، ما فيهم لا تقنيين لا والو. هذوك التقنيين دابا ملي تعطاتكم انتم، دابا تعطاتكم ديك الورقه اللي تعمروا، كتعمر تقني ولا كتعمر واش ماشي صحفي؟ اذا انت غير ممثل. وبالتالي الى باغي انا واحد الهيئه اللي غادا تضرني وغادا توبخني خاصها تكون كتمثلني وخاص يكون فيها ناس كيمثلوني. هذه اخطاء خاصها تصحح وصافي، ما كاين حتى شي حاجه. حنا لسنا ضد اشخاص، هذا هو اللي بغينا. الرساله ديالكم يا رب تواصلي مع الصحفيين لدراسه بعض الخطوط اللي هي الخطوط اللي هي غير واضحه بالنسبه للصحفيين في مسارهم المهني. الفكره كانت هو اننا نخرجوا بتوصيات ونوصلوا هالتوصيات نعطيوها للجهات المعنيه. عملت الكونفدراليه باش يكون لقاء
يكون لقاء تواصلي إيجابي سريع، لأن المنتقلين بزاف. فحاولت الجهات الصحفية الحقوقية والقانونية ضفرت الجهود وحاولت تخرج بتوصية جيدة واضحة. الإضافة هي أننا دوينا على الشق الحقوقي لحرية الرأي، منظمة العفو الدولية تدوي على خصوصا حرية الرأي، فدوينا على حرية الرأي وحاولنا ندوي على الشق ديال التكوين والتأطير ديال الصحفي. وتم التوقيع اتفاقية ما بين منظمة العفو الدولية، سنوقع اتفاقية ما بين منظمة العفو الدولية بالدار البيضاء والكونفدرالية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.